أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مساجد الله من
آمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام المسجد الحرام كمن
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد العالمين الفاتحة